أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب In... أنزلنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا شمس والقمر رايتم لي ساجد قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك رب ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب

اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في ويا الجب بيقتل وعض السيارة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابه الجب التقطوا بعض السيد قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمين

ارسل معنا غدا يرتوي يرتع ويلعب وان له لحافظ اذنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذابوا بي واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب واوحينا اليه واوحينا اليله نبئا انهم بامر ماذا وهم لا يشعرون وجاء بقوة تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه قال وشروا بثمن بخس درائم معدودة وكانوا في من الزايدين وقال الذي اشتراه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكة جنى ليوسف في الارض ولعل والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشد آتيناه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عنف وخلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح ولقد همت بي وهم بي لولا أن رأى بُرَّانَ ربي كذلك لنصرف عنه. <applause> واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء قال لي راودتني عن نفسي وشهد شهد من آلياء إن كان قميص قد ان طميسه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاعاً قد <applause> شرفا

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فاذا ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم